وينك؟ ليش تأخرت لهلا؟ بكره احكي لك بس وينه هذا وينه؟ شو هو؟ اتخذ وينه؟ بكره بحكي لك بكره. يا حسرتي عليك يا ابو طمزه، صرت حقل تجارب. ظهري ما بدي حليب، ما عاد حبيت الحليب، كله مخلوق. ليالك عم ترفس النعمه وهي عندك. ما قلت لي شلون شفت لي نومه الارض مريحه ما هي؟ مريحه؟ بيني وبينك نومه الارض مو نومه، لا مو نومه. بس شو بدي اسوي؟ المختص بده فت. خلينا نفت ونصح، احسن ما نفت من غير ما نصح. صباح الخير. صباح النور. اهلين، شو شايفك احسن بكثير؟ الحمد لله تسكر، ما في وزع النوم. الحمد لله. طمنا شو صار بدراسه؟ حفروا لي 16 واحد، يمكن قلعوا لي يا 12 يا 16. ايش 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 وشلون زبطوا لك اياهم بقى؟ فتت مع تلميذه اسمها سوسن ابو سنتور، عرفتني عن استاذ حطني من ذنبه، كان عندهم درس على حفر اسنان، حفروا لي مسك السفلي كلياتهم. حفروا لك السفلي عن بكره ابي؟ من اساسه. معناتها الفطوا لك الفك العلوي كلياته، ما خلوا بتمك ولا سن. تمام، لانه الدرس اللي بعده منه كان درس تقليع اسنان، ما خلوا سيمة تمي ابدا. منيح لقيتكم مجتمعين. صباح الخير. صباح النور. انت لا ترد احسن، خذ قبرني بدوق. هي 2000 ليرة، مهاني دفعت بكل تخت 1000. وشك على الدكتور يلا. نعمت كريم. شفيق قوم روح معي على الدكتور. لا شفيق بده يروح على الشغل، مو ضروري تاخذ معك مرافقة. انا بروح معه. لا لا لا، انت مالي مصلحة تروحي معي بنوب، انت بتحطي نقرك من نقر الدكاترة. قوم شفيق. يلا بخطركم. مع السلامة. سلامة عمي. الله معكم. احكي لي شو صار معك بهالصفين اللولي شياتك؟ عم تتمسخري ما بدي احكي لك كثير، انا كل ما بحكي بخرفيني، ان شاء الله بموت يا اخي بدي تبكي فيني، ما بيعيرني.